يا صباح الخير، يا صباح النور. طبعا انا فايقة، بس انا وماما لسه سيدرا وعمار نايمين، ما بحاول ازعجهم مشان يفيقوا، لان انا لما فيق لازم الكل يفيق، او مو لازم، بس انا ما فيني يعني يكون انا فايقة وشوفهم نايمين. فهمتوا يعني شو قصدي؟ المهم سوي لي نسكافيه كرمال شو صح، لأن حاليا أنا هلا نايمة. حطيت حليب وبدي ارجع كمان اضيف مي اكثر. حسيت عملتها كثير ثقيله. بس طيبة عملت طيبة. اوكي خلينا نضيف هدول. جد كتير طلعت طيبة. أنا ما اختفيت، بس فعلا امبارح يعني هيك رجعنا من المنتجع، ارتحنا شوي، فيمكن طلعنا عند عصام ممكن شي الساعة 12:30 بالليل. جيت على البيت فورا فورا بدلت، حطيت راسي ونمت، وحتى وأنا هنيك نمت لي شي ساعتين وعمار نام. فحسيت يعني مو هدول اليومين هيك بس سباحة وما قعدنا وما هدينا، فهيك يعني طلعت فرق التعب امبارح. خيل قلبك انا على عيد ميلاد أليكس، خلصنا المسا رجعنا على البيت، كنا تعبانين ما عملنا شي. وتاني يوم الصبح فزينا رتبنا كمان، كان نروح على المنتجع. تمام، فلو بتشوفوا الملابس بكل مكان بالبيت، لو بتشوفوا البيت يعني ببكي يعني حتى على طاولة السفرة في ثياب، يعني حتى على طاولة السفرة في ثياب. البيت بشهي. ما بدي بلش فرجيكم ولا لا، يعني ما بعرف. شوفوا ثلاثة أربعة خمسة، وبعدين هنيك عنا بالصوفة. شوفوا شايفين الملابس؟ هدول ملابس امبارح تبعت لما رجعنا من المنتجع. وهون بس هيك يعني الصالة. عمان هنيك غراض شو عم يسووا؟ ما بعرف شو عم لما رجعنا من المنتجع. وهون بس هيك يعني الصالة. عمان هنيك غراض شو عم يسووا؟ ما بعرف شو عم مين لمين. وانا واصلني هذا الفوكس الكبير من المكياج، يعني كمية مكياج لسنة بكويش عم ماما المكواية ليش هيك؟ ما بعرف شو عم تعمل هون، ما بعرف. بس اوكي يعني. وهون بالمطبخ، يمكن المطبخ ارتب الشي حاليا، المطبخ عنا غرفة النوم يعني نص، بس شوفوا الاغراض اللي موجودة هون. هون كمان كان واصلني طلبية كمان فرجيكم اياها. هون كمان شايفين هذا كمان مكياج، اعتقد هذا فونديشن. وهون كمان غراض. اخلص هي. هون كمان شنطة. شوفوا شايفين؟ بس اعذروا شو عملت انا هلا، لانه عن جد تعبانة لسه، حاسة حالي ما ارتحت من السفر، واجينا من السفر وعصام فاجئنا فورا طلعنا على ريكسوس. فاتصلت هلا اجيب عاملة كرمال يعني تعمل البيت كله كله كله، حتى الخزن عندي، بدي رتبهم. شو بدكم بدي رتب اليوم؟ وسيسي نايمة لهلا. سيسي قومي نامي. قال قومي نامي، قومي نامي، قومي فيقي. سيسي قومي شوفي الصالون كيف عم بيبكي، بس عادي يعني. وصلت هلا، اتصلت جاي عاملة ترتب البيت، لأنه البيت بيبكي. تعرف شو عم بيبكي؟
انا لما فقت شفت المنظر اكتئاب. انت شوفي اي عجقة بعد السفر. بس لا لا عن جد يعني هي لما انا اتصلت كرمال تيجي عاملة بس تساعدني يعني، لانه كله حسيته هيك يعني كتير اوفر، لانه مو بس ما بدي رتب ترتيب يعني كيف بدي لكم، انا ما بدي رتب ترتيب براني، لا بدي قيم السجاد كله، بدي لف السجاد كله، المكنسة حتى اللي برا، الاراضي، المطبخ، الخزن، يعني مو بس هيك يعني هات ايدك والحقني من برا لبرا، لا فيكم تقولوا نص تعزيلة يعني هيك شيء نص تعزيلة. عم بقول لهم اني هلا انا وصيت على العامل مشان تساعدني، لانه البيت بده يعني حتى شايفين هون هذا ورق الشجر هذا كله بده يعني مسح. عمار عم بيقول لي هذا اللي بيترك بيته، لك مو قصة هذا اللي بيترك بيته، بس قصة انه نحن اجينا لما فتنا اول يوم، اول يوم كان يوم الخميس، كان البيت نظيف ما فيه شيء، بس على الكركبة وعلى الاغراض وطلعوا الاغراض وبتفرزوا الاغراض ونصهم كان بدهم غسيل وما بعرف شو، فالبيت فجأة هيك صار فوقني تحت. يعني اليوم هذا المنظر كله هيك بدي لي البيت فريش فريش مشان نفسيتي هيك تتحسن. عمار عم بيقول لي يمكن عم تفتحي هذا، مو هلا هي هذا من ايمت جايبته طقم الفنجين ولهلا ما فتحته. يا بتعرف حفت ريحتها؟ هون هون كان شمي هنيك والله بجن. هاي نسواني رجالي ولا بس رجالي؟ شمي ماما كتير حلو. ممكن تشمها تلا ما على خجلي شميتها تلا برجع لك بس بطالي كتير حلو. بعرف بصراحة أنا كتير صار عندي مكياج ما بعرف ما بدي روح فيه كله، ما في مكان، فحشوف هلا. لأن تخيلوا من عدا هدلو يعني من عدا الهدلو اللي هون موجودين هذا بوكس كامل كمان، يعني بوكسين بقلب بعض. لا هلا بدي اشوف، بس هلا بدي اشوف. عمار عم بيقول لي امتى تمكن تفتحي هذا، فقلت له خليني بس هلا نرتب. يا الله تعزيل، لازم الواحد تعزيله ما قبل السفر وتعزيله ما بعد السفر، بس بحس ما بعد السفر بتيجي هيك مدعومه اكثر. شو كنت ايه اعطيني قالت لي ماما شممين يا هات العطر كتير ريحته حلوه. والله صار بعيد شوي هذا عاد شفتي ريحته كتير حلوه. هلا بشوف وين ماما ليكم ها شممه لماما. استني عود لا عود فيها من العود بس ريحته كتير حلوه. اخيرا سيسي فائت. يا صباح الخير يا صباح النور. رجعنا للمدرسة، رجعنا. ورجيني شو هذا، شو هالمانيكير هذا الواو كثير لابق لك. هلا سيدرا بس سؤال، عمار هي هو اللي كان مجهز؟ والله كان تعرفوا انه سيسي اليوم شمس تعانية يعني فايقة متأخرة الساعة 12:30. هلا يعني انه ما رح احكي كثير لانه انا كمان كنت هيك في كثير متأخرة حسب اليوم كيف فقت الساعة 10 يعني 11 الا ربع ما بعرف. المهم عمار مجهز المتة، سيدرا فايقة لقيت المتة مجهزة مثل ما هي، لان عمار شو عم يقول؟ لا ما مجهزة مثل ما هي، المتة على طول جاهزة. صحيح على طول كان جاهزة. عمار شو عم يقول؟ حاطط هون البريق وحاطط هون الدولة لانه هو كان بده يشرب متة وماما بدها تشرب قهوه تمام، وعم بيقول انه الغاز ما عم يشتغل. هو بتعرف لا مو بده وقت، تعال اقول لك تعال مره ثانيه. لا تفي تعال اقول لك تعال مره ثانيه تعال رجالي. ماما ايه طلع لك طلع يلا طلع. هذا من يوم يومي معروف البيت بالبيت انه سيدرا اللي بتشرب متى فقط. شوي جاي تعلمين انا اللي ساكت هوية هي. بس انا بفهم شوي لا خلني هلا بسم الله. شايف؟ انا اللي بعرفك يا الله. لو اسرق اطلع ما تطلع. والله ذاك اليوم انا سويته لحالي مامي اول
قهوة ولا مت مع سيسي؟ لا قهوة يا عمري. قهوة بتاعها. ونص وصحصحة. اسمع عم يصيدرة هلا. عمار انت كمان ما شربت السجل هلا؟ لا ما شربت شيء. ليش؟ ليش؟ كثير بتسألوا المتة شو هي؟ شوفوا المتة نوع من نوع الأعشاب. أعشاب الأعشاب الأعشاب. عشبة. عشبة هي عشب. على الجنزبيل. كثير منيحة. كثير منيحة. هي أصولة من أرجنتين، السوريين نقلوها على سوريا وانشهرت بسوريا. بسوريا. إيواتها مع فيعني المت بتيجي عبارة عن عشبة. يعني هلا انتو لما بتفيقوا الصبح وبتشربوا مي سخنة. في كتير عالم بيشربوا مي سخنة، مي دافية مع ليمون او مع ليمون، يعني ايه. لانه كتير منيح. حتى اذا بتشربوا متة مع ليمون اوه طيبة. شوفوا شلون اعشاب اعشاب صحية. انا كتير بضايقني اللي بيشربوا خارطة، لاني الخارطة ما بحبها. هلا لك هي العالم انواع، لانه في نوعين من المتة. هي اطيب. في الخارطة، في البيت. الخارطة بتيجي خشنة وهي بتيجي ناعمة. بتيجي انعم واطيب. فالمتة طيبة بناعمة، ما طيبة بخشنة. مو خشنة، مو طيبة بناعمة، طيبة بخشنة. المهم لانه بتفرط اذا ما بحسها، اذا كانت خشنة بتفرط. سيدة شوفي لي على الفيو، شوفي لي منظر البيت. واو 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 واو. بسم الله. غبب على القلب. بس عادي يعني جاي من السفر. بس ان شاء الله كل شيء عادي. شوفوا حاطه جنزبيل وهيل انا. ها وين المعلقه؟ هي جنزبيل ناعم. فيكم تحطوا معه سكر كمان. هي بتصدقوا انا يعني بشرب المتة مع سيدرا وبحبها، ما عندي مشكلة فيها، بس مو من النوع اللي بقعد وبشتهيها لحالي او اقعد سويها، لاني اول شيء ما بشتهيها لحالي، ما احب اشربها لحالي. ثاني شيء انا ما بعرف سويها ابدا، يعني بتفرط معي. يعني هلا اوكي ممكن حط 3 معالق متة وشوي سكر، بس رغم هيك بحسها بتفرط معي. بس اللي بيجوا محترفين بالمتة هدلولة اللي هن بيستلموا صب المتة، غير هيك لا. الباقي بس بيشربوا متة، ما بيعرفوا يديروا المتة، لانه كل شيء. اوكي خليني اكمل لهم التوتوريال. يلا كملي التوتوريال تفضل. بعد ما حطيت متة هون ساعتها يا بتحطوا سكر، حطيتي هيل، ويا بتحطوا جنزبيل، ويا بتحطوا هيل. بس اذا بتحطهم كلهم مع بعض، بتحط سكر شوي يعني ما تكون حالية، بس انه نكهة نكهة الحلو. بتحط جنزبيل وهيك، لانه ليكو بصراحة احكيلكم اياها طعمة المتة فيها مرارة. تمام؟ هي اذا ما تكون مرارة. بس متة لحال، اذا تكون متة لحال فيها مرة هيك بحس من جوا. ما بعرف كثير مفيد الجنزبيل، بتلوس على الريق. ولا اذا بحط معهم ليمون بس ما راح تحطوا معهم قشر الليمون. ما تحطوا الليمون، قشر الليمون. شوف شلون صار. تمام.
هيك برجع بحط كمان شوية متة تزينة يعني. أنا نازلة على الريسبشن، أنا عندي شغلة بدي أعملها تحت. أوكي أوكي، في واحد ممكن يطلع هلا، هذا ما بيطلع. هذا نازلة على السريع، بس عالي يعني بالبناية يعني انزل للبيجاما لما اكون بالبيلدينج تبعي، او اني انزل على السوبر ماركت. اوكي ننزل على الجي، لاني بالعاده انا بنزل على البي 1 لانه سيارتي بتكون بالبي 1. بس هلا نازله